استاذ علي الشاعري، نائب رئيس النادي، ارحب فيك. سنوات وتحقق المنجز اليوم وبحضور الابناء، ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله، مبروك الجميع على هذا الانجاز، مبروك لكل منطقه القصيم، لجمهور نادي التعاون بريده. الحمد لله تحقق الكاس بجهود الجميع، الحمد لله. وكاس خادم الحرمين الشريفين كاس غالي علينا، نهديه الامير منطقه القصيم وسمو نائب، وهذا اقل شيء نقدم لهم. اكيد اهداء خاص من انا الوالده الغاليه علي، يمكن تعبت على عشان يمكن نقصر معه، لكن هذه اهداء خاص لها واخواني، ايضا اهداء خاص زوجتي وبناتي، اكيد يمكن نقصر معاهم احيانا اشياء كثيره، يعني السفر وكذا وارتباطات بالنادي، لكن ان شاء الله انهم بيقدرون، وان شاء الله انهم ان شاء الله اني اتمنى اكون جاي ان شاء الله اسعدهم ويلقون من ان شاء الله ما يسعدهم باذن الله. ابو عبد الله محمد القاسم قدام الكاميرا، خليت عياله يطلبون هدايا من ابوهم، واحد طلب سياره وواحد طلب سوني، بس عيالك وش يبغون هدايا منك؟ وش تبغين هديه من ابوك؟ اي شيء. لازم تطمعين، كاس فلوس. هي تبي فلوس وانتي؟ اي شيء ثاني. فلوس؟ لا قول شيء ثاني. وش تبين؟ يمكن تبي سياره. جوال. عاد هذه ايش تبغين هديه؟ تبي ايس كريم؟ ترى دائما ايس كريم. يعني الان انت مدانب فلوس وجوال وايس كريم. ايس كريم وش تبين؟ قولي لي وش تبين؟ ايس كريم وسياره وجوال وفلوس. اي يستاهلون، هذا اقل شيء نقدم لهم. الله يخليهم ويحفظهم. شكرا لك.